التوقعات في هذه المباراة ويسجل هدفا أولا ليس متسللا البتة، رأسية رائعة للغاية في شباك الحارس كبر أجايف، هدف أول في المباراة لمنتخب كازاخستان. كازاخستان إذن تتقدم في النتيجة على حساب المنتخب الأذربيجاني صاحب الأرض والجمهور في هذه المواجهة الباحث عن نقاط هذه المباراة. على العكس منتخب كازاخستان، منتخب أذربيجان الباحث عن نقاط هذه المباراة بأية وسيلة كانت. كروف، كرة شوشكروف طالية طويلة 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 وبعيدة عن متناول ألكسندر موكين الحارس الكازاخستاني. تاز كرة ماير شوشكروف، الشوط الأول فعلها، الكرة كانت ساقطة فوق العارضة، ارتدت من العارضة ومرت إلى خارج العارضة، ولكن هذه المرة فضل التوزيع. تاز المحاولة رائعة جدا، لا غبار عليها، ركلة الجزاء شرعية وسليمة وصحيحة لأذربيجان. التدخل كان من مارك غورمان على روف علييف، هذا الذي عادل النتيجة بالعادية الآلية بصورها الجميلة بهتافاتها بصيحاتها جوفادوف يسجل. شوف الخطأ الفادح، تسديدة أرضية، خطأ في إبعاد الكرة من منتخب كازاخستان، تهيأت بامتياز. إلى أقدام جوفادوف الذي سددها مباشرة.